السلام عليكم الشباب، مرحبا بكم اليوم في درس جديد. الدرس ديال الدول اللوغاريتمية والدول الأسية. هذا الدرس هذا قارنا مع الدروس الأخرين، يعني كنطبقوهم، يعني الدروس كاملين اللي شفناهم غادي نحاول نطبقوهم في الدرس هذا، يعني من الاشتقاق، من النهايات، من يعني كامل، يعني تحليلية الدول أو ضمن مجال تحليلية الدول. دونك الدرس ديال الدول اللوغاريتمية أو الدول الأسية غادي يكون تابعنا من بعد الباك، يعني هذا الدرس هذا هو اللي هو مهم بزاف، ومنه هو كيتحط في الوطنية، يعني هاد الدول هادو اللي هما مهمين بزاف. دونك غادي نحاولوا نبداو هاد الدرس هذا، غادي نديروها كملخص، يعني كما غاديش نحاول نتعمقوا، غادي نديروها كملخص. كنتو محتاجين نتعمقوا في داكشي، بغيتو تفهموا اكثر ماشي مشكل، نديروا فيديو غير مخصص غير حول تبسيط الامور، يعني بشكل اللي يكون باين. مفهوم؟ دونك نبدأ بالدول اللوغاريتمية. هاد الدول اللوغاريتمية جاية من فونكسيون لوغاريتم. هاد اللوغاريتم هذا اللي كيترمز ليه باللوغ، اللوغ كاين هنا. المهم دابا شي خصو درس طويل، يعني ال بيسونس 10 كيساوي ال ان دو اكس. دونك الدول اللوغاريتمية كيتسمى او الدول اللوغاريتمية هما اللي كيتكتبوا على شكل اف دو اكس اللي كيساوي ليا ln دو اكس. مفهوم؟ هاد ln دو اكس كيتسمى الدالة لوغاريتمية. مفهوم؟ كتقرب ل ln دو اكس. مفهوم الشباب؟ مجموعة التعريف ديال هاد الدالة هادي اللي هي ديد اف كيساوي ليا زيرو بلس لانفيني. هادي هي مجموعة التعريف ديال الدالة ln دو اكس. مفهوم؟ يعني معرفة غير في اغ بلس اطوال، اللي كيساوي ار بلس اطوال. يعني الزيرو ما كاينش، يعني كنحسبو غير النهايه في الزيرو، ومهم عرفها غير في المجال زيرو بلس لانفيني. مفهوم؟ والداله الين داله تزايديه قطعا. مفهوم؟ الداله ديال الين تزايديه قطعا على المجال زيرو بلس لانفيني، حيت هذا هو مجال التعريف ديالها. غادي نشوفو بعد المسائل بالنسبه لهاد اول حاجه نشوفو الاشتقاق. اشتقاق ديال الدالة اف، الدالة اف اشتقاق ديال ال ان دو اكس كيساوي ليا ان سوغ اكس، مهما يكن اكس ينتمي الى الداد اف اللي هو اكبر قطعا او صفر، اكبر قطعا من الصفر. مفهوم الشباب؟ دونك هاد الاشتقاق هذا يمكن لي نجبدوه من التعريف ديال الاشتقاق، يعني ال ان دو اكس موان ال ان دو زيرو سوغ اكس موان زيرو، ونحددوا الاشتقاق في الزيرو ولا في واحد البوان اكس زيرو. مفهوم؟ دونك غادي نشوفوا بعض الخاصيات ديال هاد الالين هذا. نفترض ان ناخذ واحد ا ولا او بي ينتميان الى اغ، ولا اكس يغريك، اكس يغريك ينتميان الى المجال التعريف اللي هو اغ اطوال بلس اف دو ا بلس بي، او f de x plus y اش كيساوي ليا؟ f de x كيساوي ln de x، يعني ln de x plus y. خطأ، او بالاحرى f فوا f de x فوا y جدا f de x فوا y كتساوي ln de x فوا y. اش كتساوي لي؟ اللي هي ln de x زائد ln de y، مفهوم؟ اللي كتساوي نيت f دو x بلس f دو y. مفهوم الشباب؟ هذه خاصيه الاولى. الخاصيه الثانيه، انا مبقاوش نبقاو واخدين غير هاد x y نيت كينتميو لنفس المجال. ناخذ الخاصيه الثانيه، الا كان f دو x سيو y اللي كيساوي ليا ln دو x سيو y، اش كيساوي ليا؟ هذه هي ln دو x موان ln دو y. هاد البارتي الفوقانية ناقص ln ديال البارتي اللي كاينة في المقام. مفهوم؟ والجداء كندير الجمع ديالهم، كان الجداء كندير الجمع، كان الخارج كندير الناقص. مفهوم؟ كانت عندي f ديال x à la puissance n بحيث n ينتمي الى q. مفهوم؟ عدد الجذرية اش كتساوي؟ هي ln دو اكس على لا بويسونس ان، اش كيساوي ليا؟ دابا هاد البويسونس كيولي كيخرج ليا على برا، يعني كيولي ان ال ان دو اكس. مفهوم؟
ديما كان عندي اكس على بويسونس ان، كندخل عليه ال ان كيخرج لي هاد البويسونس على برا، وكتولي ال ان دو اكس ان ال ان دو اكس اللي كيساوي ليا بالطبيعة الحال هي ان اف دو اكس. مفهوم؟ اف الى خديت اف دو ان، هذه قاعدة ان اف دو ان كتساوي ليا زيرو اللي هي ال ان دو ان. مفهوم؟ إذا كانت عندي f دو 1 سور x اش كتساوي ليا؟ نجي نطبقو هاد الخاصية ديال x سور y. x عندي هي واحد، واحد على موي كنديرو ln، دونك إذا كانت ln دو 1 سور x اش كتساوي ليا؟ كندير ln ديال الفوق ناقص ln ديال التحت، يعني عندي خارج الفوق ناقص ln ديال التحت، يعني هي ln دو 1 موان ln دو x. ln دو 1 كيف ما عرفنا بانها كتساوي ليا زيرو، دونك زيرو موان ln دو اكس في موان ln دو اكس. مفهوم الشباب؟ دونك ln دو 1 سور اكس كيساوي موان ln دو اكس. هادو هما تقريبا، هادو هما الخاصيات اللي كاينين عند ln، يكفي اننا نحفظهم وسهل تحفظهم، هما اللي كنطبق في جميع التمارين وفي جميع الدوال، يعني كامل هذاك الشيء هادشي اللي كيتعطى. اف بريم مهمه، هادي ضروري خصك تكون حافظها، وهاد هاد العلاقات هادو. فهم؟ دونك كيف ما كنعرفو بان اف بريم دو اكس كتساوي ان سيغ اكس، ومهما يكون اكس اكبر او يساوي صفر، دونك اف بريم بوزيتيف، يعني في المجال زيرو بلس لانفيني كيف ما كنعرفو الزيرو غير معرفة، اف بريم كتساوي ان سيغ اكس في هاد المجال هذا كتساوي بلس، ولكن كنعرفو بانها كتنعدم في واحد، يعني ها دونك واحد كاين هنايا دونك زيرو. مفهوم؟ ماشي الان سوغ اكس في الالن، يعني ملي كندير الالن دو اكس عندي كتنعدم ليا، دونك هنا تزايدية قطعا، ولكن في هاد النقطة اللي واحد الصورة ديال واحد كتنعدم ليا الان دو اكس. مفهوم؟ لي ليميت، يعني خصنا نحسب المحدات، النهايات في المحدات. ليميت في الزيرو، ليميت عندما يؤول اكس الى زيرو بلس، يعني عند يمين الزيرو، ln دو اكس اش كيساوي ليا؟ موان لانفيني، يعني الدالة جاية من موان لانفيني وطالعة، غدوز من غتقطع محور الافاصيل، يعني في هاد النقطة ديال واحد الافصول ديالها واحد زيرو، والليميت في بلس لانفيني صافي بلس لانفيني، يعني ln دو اكس كتساوي ليا بلس انفيني. مفهوم الشباب؟ دونك الشكل ديال هاد الداله هادي اللي هي الداله اللوغاريتميه، الشكل ديالها غيكون جاي من موان لانفيني، كيف ما قلنا غادي يقطع محور الافاصيل في النقطه ديال الاحداثيات واحد زيرو، ومن بعد غادي لبلس لانفيني. مفهوم الشباب؟ يعني على هاد الشكل هذا، هاد النقطه هادي كتبدا الاحداثيات اللي هي واحد واحد زيرو. مفهوم؟ هنا كاين واحد المماس، حاجة طبيعية، غادي نشوفو داكشي من بعد، مماس ضروري، حيتاش ديما داك الانعطاف ولا ديك النقطة ضروري كيكون واحد المماس باش كيخلي اشي شفناه في الاشتقاق. دونك إلا درسنا الاشتقاق في هاد النقطة واحد، غنلقاها قابلة للاشتقاق في هاد النقطة، والمعامل ديالها، المعامل ديال المماس اللي هو اف بريم دو هاد النقطة واحد، يعني اف بريم دو واحد اللي هو واحد. دونك كيف ما كنعرفو إيكغيك يساوي اف بريم دو اكس زيرو، اكس زيرو عندنا هاد النقطة هي واحد، فوا اكس ناقص واحد بلس اف دو واحد اللي هي الين دو واحد اللي هي زيرو اش كيساوي ليا؟ اف بريم عندي هي ان سيغ اكس، واحد على واحد اللي هي واحد، يعني اكس موان زان. دونك هذا مماس في النقطة ذات احداثيات ان زيرو، النقطة يعني الين دو واحد كيساوي ليا زيرو، اكس اف دو اكس. مفهوم؟ شفنا هذا الشيء في الدرس ديال الاشتقاق، دونك هذا مماس ديال الدالة في النقطة واحد زيرو. مفهوم؟ دونك ln دو x أصغر قطع، أصغر أو يساوي، أصغر أو يساوي من هذا المماس هذا، ذات ذو المعادلة x موان زان. دونك ln دو x غيكون انفيريور أو إيكال أ x موان زان، ويمكن لينا نديمونطريوها بكل سهولة، يعني ناخدو غير واحد الدالة اللي هي جيد اكس، نوضع جيد اكس كتساوي ليا ln دو اكس
موان اكس بلس ان، يعني نقص هاد لابارتي من هادي، وندرسها ونشوف واش كتقبل الزيرو كقيمة قصوية، يعني كيف ما عندنا ال ln دو اكس الى نقصت منه اكس زائد واحد خصو يحقق لي انا ان فيغ زيرو، يعني هاد لابارتي ديتها للجهة الاخرى، دونك خصو يقبل لي بان الزيرو يكون قيمة قصوية. مفهوم الشباب؟ يمكن ندرسوها ماشي مشكل. دونك عندنا مجموعة التعريف ديال الدالة هذه اللي هي 0 بلس انفيني، ln مجموعة التعريف ديال 0 بلس انفيني، دونك هاد لابارتي ما عندي فيها حتى شي اشكال، هي r، دونك هي 0 بلس انفيني بيان سور. دونك جي بريم دو اكس، دونك جي قابل اشتقاق في المجال 0 بلس انفيني، و حيتاش مجموع ده هو القابل للاشتقاق، اشتقاق ديال ln اللي هو 1 سور اكس كيما عرفنا، اشتقاق ديال ناقص اكس اللي هو موان 1. مفهوم؟ عندي هاد الدالة هذه، راه كيف ما كنعرفو الدالة هذه كيف ما كنعرفو بأنني يمكن لي نجمعها باش نعرف امتى وقتاش كتنعدم ليا، باش نعرف بأن من بعد هذاك الجذر او جي بريم كيساوي لي زيرو، من بعد منه راه بلوس وقبل منه راه موان، دونك نوحد المقام اللي هي ان موان اكس سيو اكس. مفهوم؟ دونك جي بريم باش تكون كتساوي لي زيرو خص تحقق لي ان ان موان اكس كتساوي لي زيرو، لا بارتي تحت ما عندي فيهاش مشكل، دونك ان موان اكس خصو يساوي لي زيرو، دونك اكس خصو يحقق لي انه كيساوي واحد، دونك جي بريم دي اكس كتساوي لي زيرو، يعني 1 ايتيغال ا اكس ايتيغال ا 1، يعني من بعد النقطة واحد اف كتكون. دونك غادي نشوفو كيفاش. دونك من بعد النقطة واحد عندي جي دي اكس، غادي نشوفها كيفاش دايرة جي بريم دو اكس كيفاش دايرة. دونك غادي نشوفو، عندي هنايا النقطة واحد، وعندي هنايا بلوس لانفيني، هنا موان لانفيني، بون زيرو، عندي هنا اكس وهنا جي بريم، عندي هنايا زيرو كتنعدم فيه، وغنشوفو جي كيفاش دايرة. مفهوم؟ بون كيف ما قلنا بأنها كتنعدم، ناخد واحد النقطة ما بين واحد و بلوس لانفيني ونشوف جي كيفاش دايرة، جي بريم كيفاش دايرة. ناخد على سبيل المثال دو، ناخد دو، دونك ان دومي، إلا عوضت جي بريم بان بدو صافي كو ان دومي موان زان، ان دومي موان زان صافي موان زان دومي، دونك هاد لابارتي هادي راه موان. مفهوم؟ يعني اي عدد خديتو كينتمي من واحد لبلوس لانفيني ان سيغ داك العدد، يعني هاد لابارتي غادي وكتصغر، كل ما هاد الاكس كبار كل ما هاد لابارتي غادي وكتصغر. مفهوم؟ وكيف ما هي غادي وكتصغر مقارنة مع الواحد، الواحد غيكون كبير عليها، يعني ديما غيكون واحد مدوميني على هاد البوان هادي حتى كيمشي لواحد، يعني النقطة إلا كان إكس كيساوي لي واحد، واحد على واحد اللي هي واحد ناقص واحد صافي زيرو اللي هي إكزاكت، يعني من بعد غادي وكي ديمينيا. مفهوم؟ يعني وقبل غادي يكون بلوس. مفهوم الشباب؟ دونك جي تزايدي على هذا المجال وتناقصي على هذا المجال، وإلا جيت حسبت جي دو واحد غادي يعطيني جي دو واحد، إلا عوضت إلين بواحد يعطيك زيرو، دونك واحد ناقص واحد واحد صافي زيرو، دونك في هاد النقطة بالضبط زيرو، والليميت في الزيرو ديال جي، الليميت في الزيرو هنايا هي موان لانفيني، زيرو زيرو صافي موان لانفيني، والليميت في بلوس لانفيني ديال بلوس صافي بلوس لانفيني موان لانفيني، دونك يمكن نحسبها من بعد نشوفو كيفاش. ما عيناش دابا الزيرو، دونك ممكن دوك يمكن نقولو بأن الزيرو هو قيمة قصوية للجي، كيف ما كنشوفو الشكل ديال الدالة كتكون تزايدية حتى النقطة واحد زيرو كتنزل عاود قيمة قصوية بالنسبة لهاد الجي هادي بالضبط. دونك يمكن لي نقول بأن راه جي د إكس انفيريور ايكال ا زيرو، سو كي امبليك أن كيف ما قلنا الجي اللي هي هادي، يعني ln دو إكس موان إكس بلس أن انفيريور ايكال ا زيرو، دونك ln دو إكس يمكن نقول بأنه انفيريور ا إكس موان زان. مفهوم الشباب؟ يعني راه مونطريناها، وهاد القضيه هادي راه كتنفعنا بزاف لي ديمونستراسيون ديال ديفيرون فونكسيون، كنستعملوا هاد القضيه بزاف. مفهوم الشباب؟ دونك ندوزو لي ليميت ديال هاد النهايات الاعتياديه ديال هاد الداله الالين ونشوفوا كيفاش. هاد النهايات هادو هما الاساس ديال لي ليميت ديال هاد الالين، هذا بالضبط هما الاساس، يعني في لي زيكزارسيس كاملين هما باش كتخدم، خصنا نحاولوا نحفظوهم الشباب. ياك عندنا دونك ليميت في بلس لانفيني ديال الالين، هذه ديريكتومون كتساوي بلس لانفيني، هادو هما اللي مهمين. دونك ليميت في الزيرو بلس عند يمين الزيرو
ال ان دو اكس كاش كيساوي ليا موا لانفيني، مفهوم الشباب؟ هاد لي دو ضروري خصنا نكون عارفهم، يعني راه من يعني من الابجديات ديال هذيك، يعني كيف ما كنعرفوا بان اللي ندير على هذا الشكل، هنا زيرو، هنا بلس لانفيني، ليميت في زيرو بلس مو لانفيني، ليميت في بلس لانفيني صافي بلس لانفيني، مفهوم؟ ليميت في زيرو بلس ديال اكس ln دو اكس اش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا زيرو، مفهوم؟ وهذه يمكن نديفلوبيها، تقدر تعطيني كاع، تقدر يعطيوني في شي سؤال ان ليميت في زيرو بلس ديال اكس على لا بيسونس ان ديال ln دو اكس اش كتساوي ليا؟ ان هي نفسها زيرو، مفهوم الشباب؟ بحيث هاد ان هذا ينتمي الى اخ او ينتمي الى ان بطبيعة الحال اطوال، مفهوم؟ دونك ليميت الى جاب لك عندي في الانفيني بلس الانفيني ديال اش ديال ln دو اكس سور اكس كتساوي ليا زيرو. ويمكن لي تعدي نديفلوبيها تعطيني ليميت في بلس الانفيني ديال ln دو اكس سور اكس على بيسونس ان اش كيساوي ليا زيرو، وبطبيعة الحال ان هنا كتنتمي الى ان اطوال، مفهوم الشباب؟ ليميت في واحد ديال ln دو اكس كتعطيني زيرو، حيتاش ln دو واحد، ln دو واحد هو زيرو. انطلاقا من هاد ليميت، انطلاقا من ليميت في واحد، يمكن لي نجبد نديفلوبيها، هي ليميت هي ديال ln دو موان في ان، يعني اكس موان زان، او بالاحرى اكس هنا ln دو اكس سور اكس موان زان كتساوي ليا ان، مفهوم؟ هادو ليميتات كتحاول تحفظهم، هاد النهايات هادو مهمين خصك تكون حافظهم وتعقل عليهم ضروري. ليميت في الزيرو ديال ln دو اكس بلس ان سور اكس ايتيغال ا ان، رجعوا لهادي الان ln دو ان هي زيرو، ا موا ا صافي زيرو، يعني شكل غير محدد، ولكن هاد ln هادي يمكن لنا نمونطريوها انها كتساوي واحد، وكنستعملوها بزاف في ليزيكزارسيس. دابا هاد النهايات هادو كتحاول انك تجبد، دابا عطاك شي ليميت معقدة كتحاول انك تبينها على هاد الشكل هذا، وكتستعملها ديريكت، مفهوم؟ يعني اين فوا كتوصل ل ln دو اكس سوغ اكس راه ديريكت في لانفيني راه زيرو، زيرو بلس ln مو لانفيني، مفهوم؟ بحال هاد الشكل هذا كتحاول تستعملها في لي زيكزارسيس، مفهوم الشباب؟ دابا هاد ال ln هادي ديال ln دو اكس سوغ اكس بعض المرات يمكن، مهم يمكن لي نمونطريها او بالاحرى نديمونطري باش نشوف كيفاش شنو كتعطى ليا بالضبط. يمكن نديمونطري هاد ln دو اكس سوغ اكس، دونك تصور دابا عندي ال ln ليميت ديال ln دو اكس سوغ اكس ليميت في بلس لانفيني كيف ما عندي في لانفيني، غادي نوضع دوك عندي هنا اكس على بيسونس ان، غنوضع هاد اكس على بيسونس ان كيساوي ليا واحد اكغيك، صافي كو اكس اش غادي يساوي ليا؟ غندير باش نحيد هاد الاكس هاد الان لا بيسونس غنضرب غندير الجذر النوني، يعني الراسين انيام باش تمشي ليها ان مع ان، يعني غيولي العكس ان سور ان، يعني ايكغيك على بيسونس ان سور ان، مفهوم؟ دابا اكس كتساوي ليا ان سور اكس كتساوي ليا ايكغيك على بيسونس ان سور ان، نعوضها في الالين، دونك الالين ديال اكس اش غيساوي ليا؟ عوضت بايكغيك او كيساوي ليا ايكغيك على بيسونس ان سور ان. وكيف ما كنعرفوا ان ln دو اكس على بيسونس واحد الالفا، هاد البيسونس هذا كيخرج ليه على برا، يعني غتساوي ليا ان سور ان ln دو ايغريك، مفهوم؟ دونك اكس على بيسونس ان كتساوي ليا ايغريك اللي هي كاينه في المقام، والln كيساوي ليا ان سور ان، دونك اش كتساوي ليا هاد ليميت هادي في بلس انفيني، دونك كتساوي ليا هي ان سور ان ln دو ايغريك سور ايغريك. وهادي عندي حنا عندي انا من قبل ليميت ديالها اللي هي هادي اللي كتساوي ليا ديريكتومون زيرو، مفهوم؟ يعني انطلاق من هذه كنوصل لهذه، وكنوصل بزاف ديال لي ليميت لي يمكن نديمونطريهم تما على هذا الشكل بتغيير المتغير، مفهوم الشباب؟ دونك هي كتساوي ليا اكزاكتومون زيرو، مفهوم؟ دابا نشوفوا نشوفوا شي علاقات اللي مهمين كنستعملوهم في المعادلات او المتراجعات بالخصوص هذه الدوال اللوغاريتميه. بحال دابا كانت عندي ln دو ا كتساوي ln دو بي، هادشي يكافي ان ا يساوي بي، بحيث ا و بي لي دو سون بوزيتيف، بطبيعة الحال خصهم ينتميو ليا لزيرو بلس لانفيني، حيتاش مجموع التعريف ديال ال ان هي زيرو بلس لانفيني، مفهوم الشباب؟ كانت عندي
ln de A inférieur ou égal ou bien inférieur strictement, ln de B équivalent à tabiat l'hal li hiya A inférieur strictement ou égal à B. Moi, ma nhtach chi ishkal. Fi halat la jabla kant عندي ln de A كتساوي ليا عدد B. فهم دابا عندي واحد العدد اللي كيتسمى او كيتسمى العدد النيبيري. او يسمى العدد النيبيري هو عدد بعد هاد ليليمون هذا عدد غير جذري ما كينتميش لكو كيساوي جوج فاصلة المهم بحال هكا فاصلة شي حاجة غادية فاصلة سبعة ولكن العدد غير محدودين فهم. وهاد او هذا اش كيحقق لنا ان الالين ديال هاد او هذا كيساوي ليا واحد مفهوم مفهوم الشباب. وهذا هو الاكسبونونسيال هو الداله العكسيه ديال الالين. غادي نحاولوا نتعمقوا فيها شويه مزيان غير باش نحاولوا نجبدوا هذه الداله هذه. دونك الين دو او كيساوي ليها واحد وكنعرف وغادي نوصل بان الين تا هو تقابل يعني يقبل داله عكسيه من هاد زيرو بلس انفيني فيغ اغ يعني يقبل او او الاكسبونونسيال كداله عكسيه. دونك الين دو او كيساوي ليها واحد باش نجبد او شحال كيساوي ليا كندير الين موان زان ديال هذا اذا الين موان زان هو الاكسبونونسيال مفهوم الين موان زان هو الاكسبونونسيال. دونك باش نجبد هذا يعني كيف ان ندخل الداله العكسيه على الين على الطرفين بجوج ندخل الداله العكسيه هنايا غيولي ليا اكسبونونسيال الين اكسبونونسيال الين صافي ان. دونك على الين اكسبونونسيال اللي هي اكسبونونسيال الين دو حيت البويسونس هنا هو واحد دونك دو واحد دونك هي كتساوي ليكسبونونسيال زيرو اللي كتعطيني واحد اكزاكتومون مفهوم. يعني ا غتساوي ليا اكسبونونسيال بي. غنحاول ندخل للدواء الاسيه دونك هادي كمجرد معادله يا جبل تعطات لينا وصافي يعني غير هادشي غادي نحاول نتعمقوا فيه مزيان كيف ما عرفنا من قبل الرسم المبياني ديال هاد الالين هادي. بون نفترض ان عطاوني المهم شفنا الليميت شفنا بعض الخاصيات اللي بساط يعني داكشي صافي عادي يعني الا جاب الله كانت الالين ديال واحد الفونكسيون اف بالدرس الدرس المهم بغيتي تدرسها مجموعه التعريف التغيرات المسائل كاملين داكشي راه جد عادي فهم. غير واحد الكونديسيون حيتاش كيف ما كنعرفوا بان الين دو اكس المشتقه ديالو كيعطيني هو واحد على اكس مفهوم. دونك الا عطاوني الين دو اف بغيت نحسب المشتقه ديالها اش غادي يعطينا كندير حيتاش مركب ديال دالتين كندير المشتقه ديال اللي لداخل كنخرج على برا يعني هي اف بريم اللي كندير اشتقاق ديال هاد الداله هادي كامله اشتقاق ديال الين اللي هو ان سور اكس وعندي اكس هنا عباره عن داله يعني هي غتولي ان سور اف مفهوم اللي غيولي لي على شكل اف بريم سور اف مفهوم. ومن انطلاقا من هاد الكونديسيون هادي كنوصلوا بزاف ديال كنوصلوا لحلول ديال بزاف ديال الدوال اللي كنجبدوا الداله الاصليه ديالهم او لي زانتيغرال مفهوم. دابا انا بغينا ندخل الدرس ديال لي زانتيغرال ولكن هاد الدرس هذا مهم بزاف خصنا نحاولوا ندوزوه اللي يمكن لنا ندوزو لي زانتيغرال باش نخدموا وحنا مرتاحين مفهوم الشباب. نشوفوا دابا بعض الامثله ديال هاد لي كونديسيون هادو. كمثال ناخذ الالين دو اكس موان زان بلس الين ديال اش ديال اكس موان دو كيعطيني زيرو. هذه داله او معادله يمكن لي نحلها مفهوم. دونك شنو هي مجموعه التعريف ديال الداله هذه بالضبط ديال هاد الالين يعني هاد اكس هاد الداله هذه خص تكون كتنتمي ليا زيرو بلس لانفيني يعني اكبر قطعه من الزيرو. اكس موان زان اكبر قطعه من الزيرو امبليك كو اكس اكبر قطعه من واحد هادشي خصو يحقق ليا. وهاد الكونديسيون هادي يعني اكس موان دو اكبر قطعه حتى هي من الزيرو يعني خصو يحقق ليا ان اكس اكبر قطعه من دو مفهوم. دونك باش نردها كيف ما كنعرفو باش نردها للداله الاعتياديه او كيف ما كنعرفو بان الالين دو ا زائد الالين دو بي كتساوي ليا هي الالين دو ا فوا بي هادي شفناها من قبل مفهوم. هاد القضيه هادي غادي نحاول نطبقها انا يعني غتساوي ليا ايكيفالون كو الالين ا هي اكس موان زان مضروبه في اكس موان دو كتساوي ليا زيرو. الا كانت كتساوي ليا زيرو الين ديال العدد كيساوي ليا زيرو يعني اكيد ان هاد العدد اللي داخل كيعطيني واحد
كيف ما كنعرفو ال ان دو واحد اللي كيعطينا زيرو، يعني هذا هو الشرط الوحيد فقط اللي كاين. دونك اكس موان زان فوا اكس موان دو ايت ايكال ا ان بطبيعة الحال.